الفريق طموحه حاليا في موازنه 23، في بغداد فتحنا 51 مشروع في جميع بلديات بغداد والاقسام الخارجيه اللي هي مثلا بلديه وب الشام والبلديه اللي تابعه للزوراء مال حي النصر. ايضا ان شاء الله يعني هناك خطه كامله لباقي المحافظات، محافظه نينوى وصلاح الدين والديوانيه والسماوه والعماره، يعني كل هاي بخطه 23. واكو هناك استكمال للاعمال اللي باشر بها الفريق منذ انطلاقه اللي هي اعمال 2022، وهناك يعني اعمال ان شاء الله يعني بانطلاق 2024. هاي يعني هناك لجان قاعد تبحث وتستهدف المناطق اللي محرومه، تم العمل والمباشره بهاي الاعمال وفق الاحتياج الفعلي، يعني ما نزلنا ما اشتغلنا، لكن هناك استهدفنا المناطق الاكثر حرمانا والاكثر اعداد من ناحيه يعني السكر. استاذ احمد انت تتحدث عن 51 منطقه في بغداد، نعم دخل الها جهد الفريق الهندسي، فريق الجهد الخدمه الهندسي، وايضا الى محافظات اخرى حسب المحروميه. نعم هذا العدد ما راح يشتت جهد الفريق ام ان الفريق ما زال مسيطر على اعماله؟ الفريق متكامل، يعني اعداده من ناحيه الاعداد ومن ناحيه الجهات وايضا من ناحيه الجهات المستفيده، مثلا البلديات او المحافظه او الاقسام البلديه او شركات وزاره الاعمار والاسكان ووزاره الدفاع، الهندسه العسكريه والداخليه والحجز الشعبي مشتركين وياهم، يعني هاي الصنوف كلها. وايضا مثلا اي اعمال تصير عندنا بها نقص نقدر نستعين بالقطاع المدني اللي هم يعني حتى نرفد ونباشر بالاعمال. طبعا هاي الاعمال ال 51 كلها مسيطر عليها من قبل الفريق ومن قبل الجهات السانده، لان وعدنا يعني كفريق وعدنا القاده العام للقوات المسلحه هناك مشاريع سوف تنجز، يعني يوم غد راح نسلم مشاريع ومشاريع الى نهايه السنه ايضا حتى ننتهي من ملف 22، وان شاء الله اذا يعني توفرت عندنا الظروف الملائمه وما عندنا تعارضات هناك اعمال سوف تنجز الى نهايه هذه السنه. طيب.